وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية تحكي وتتكلم عن حال أهل مكة لما كفروا برسالة التوحيد وكفروا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام، فأذاقهم الله عز وجل لباس الجوع مكان الرزق الرغد الذي كان يأتيهم من كل مكان، وأبدلهم مكان الاطمئنان والأمن والسلام خوفاً. كل هذا بسبب أنهم ظلموا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في أرضه وبين عباده، أنهم متى ما لجأوا إلى غيره في السراء والضراء فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأشركوا به جل وعلا، واستغاثوا بالموتى، ولجوا إلى القبور والقباب والأضرحة، أنه سيأتي الجوع والخوف ويذهب الاطمئنان والرزق الرغد، هذه سنة الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما أشركوا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وكذلك نجزي القوم المجرمين. وقال الرب جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدهم قوما آخرين. فعلينا عباد الله أن ننتبه إلى هذا الأمر، لا سيما ونحن نعيش في هذه الأيام، والأمة الإسلامية قاطبة تعيش ضغوطات معيشية وأمورا اقتصادية صعبة وخوفا من الأعداء. السبب في هذا كله الإشراك بالله تعالى، فكم من قبور تعبد، وكم من قباب تبنى وتشيد، وتصرف إليها أنواع العبادات وأنواع القربات والطاعات التي لا ينبغي ولا تجوز إلا أن تكون لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ورغم أن المسلمين يسمعون بين الفينة والأخرى أن القبر أو القبة أو الضريح الفلاني قد أوقعته السيول والأمطار، أو قد وقع بسبب الرياح العاتية، وبعد هذا كله لا يتذكرون ثم لا يتوبون إلا من رحم الله تعالى. فلو كان هؤلاء الأولياء المزعومون ينفعون أو يضرون لرفعوا الضر عن قبابهم وأبنيتهم وأضرحتهم، فلما لم يفعلوا يجب على كل عاقل أن يعلم أن هؤلاء لا يملكون شيئا، وهذا واضح في القرآن، ولكن من يتدبر القرآن قليل ما هم. قال تعالى عن هؤلاء وعن غيرهم من البشر حتى لو كانوا صالحين أنهم لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا مع الله ولو كان ذبابا. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله يعني من ولي، يعني من صالح، يعني من نبي، يعني من رسول، يعني من ملك، يعني من شيخ طريقة أو غير ذلك، أو فكي أو غيره، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب أي الذي يطلب غير الله ويلجأ إلى الموتى ويلجأ إلى الأولياء والصالحين، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقال الرب جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. قال الرب تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله، يعني من الصالحين والفكيا والشيوخ المزعومين وشيوخ الطرق، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يموتون ويمرضون وتحصل لهم الابتلاءات والامتحانات، عباد أمثالكم يعني ضعاف، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إنهم لن يستجيبوا لكم أبدا، لأنهم لا يسمعون ولا يملكون ولا ينفعون ولا يضرون. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دون الله ما يملكون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. انظر إلى هذا القرآن الواضح، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولكن انظر إلى عظمة الله وقوته. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد
وما ذلك على الله بعزيز. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فوالله الذي لا إله غيره أيها المسلمون إذا لم نجرد عقائدنا ونصفيها ونجعلها لله عز وجل خالصة لا ملك يعبد ولا شيخ طريقة يستغاث به ولا ميت يلجأ إليه بالضرات والملمات، إذا لم نصفي عقائدنا فإن البلايا تترى علينا حينا بعد حين، لأن الله تعالى قال ذلك: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. لماذا؟ لما ظلموا أشركوا، هذا معنى ظلموا، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين، أي في كل عصر ومصر، وكذلك نجزي القوم المجرمين، ضائقات اقتصادية وغير ذلك. وهذه الأمور والضائقات لا تحل أبدا إلا بالتوحيد، لا تحل أبدا إلا بكشف هؤلاء المجرمين الذين دعوا المسلمين إلى عبادة العباد والسجود للعباد والتبرك بقبور الموتى. هذا هو السبب الذي ضيع اقتصادنا وضيع أمتنا وضيع أموالنا وأدى بنا إلى هذه الحالة. هذا هو السبب كما قص الله في القرآن. ثانياً، لا يكون الحل أبداً بالخروج على الحكام أو بالمظاهرات، وأقولها صريحاً، ليس تقرباً إلى حاكم مهما كان ولا تقرباً إلى محكوم أو حزب من الأحزاب، فأنا لا أتبع لها كلها، وأمتثل قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء. ولكن أقولها صراحة: إن الخروج على الحكام والمظاهرات، وإني أرى وميض نار، والمظاهرات لا تؤدي بأمتنا إلا إلى الدمار والخراب وسيلان الدماء واغتصاب النساء وذهاب ما تبقى من الاقتصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اسمع وأطع للأمير أي الحاكم، حتى لو كان ظالما يا رسول الله، حتى لو أكل الأموال يا رسول الله، حتى لو ضيق المعائش على المسلمين يا نبي الله. نعم، قال اسمع وأطع للأمير: ولو جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولا يوجد رئيس من رؤساء هذه الأحزاب التي تدعو إلى الخروج على الحكام هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد أصلاً هو أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام، فاسمعوه أيها المسلمون واتعظوا بغيركم، فإن العاقل من اتعظ بغيره. ماذا فعلت ثورات الربيع العربي؟ وهو الصحيح أن يسمى ثورات الربيع العبري. ماذا فعلت وماذا صنعت؟
وماذا استفاد المسلمون منها؟ نبئوني، أخبروني، ماذا استفادت الأمة منها غير الدمار والتشريد وذهاب الأموال والأنفس واغتصاب النساء إلى غير ذلك، بل راح ضحيتها ملايين المسلمين. ولكن دعاة الثورات ودعاة الفتنة قبح الله وجوههم حيثما حلوا، يدعون إليها لأنهم يريدون من المسلمين أن ينقرضوا ويموتوا. حتى قال أحد شيوخ الفتنة، قال: أنا ما عندي مشكلة إذا مات 3 مليون مسلم في دولة من الدول الإسلامية حتى تنجح الثورة، ما عنده مشكلة يموت 3 مليون مسلم، قال ما عندي مشكلة. وهم يعيشون، هؤلاء الشيوخ الذين يدعون إلى الفتن وإلى المشاكل والدماء، يعيشون في أبراج عاجية، ويعيشون في أفخم الأماكن، ولكنهم يغررون بشباب المسلمين ليقتلوا أنفسهم. ثم يجيء هؤلاء الشيوخ المفتنون يجيئون ليستلموا الحكم في جميع البلاد الإسلامية. ووالله لو ولوا عليكم هؤلاء أصحاب الفتن من شيوخي وعلماء الفتن ودعاة المظاهرات والخروج على الحكام لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله، قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم أو حكامهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم. فالصبر هو العلاج، وإصلاح أنفسنا وتربية أبنائنا وبناتنا ونسائنا. ألا لو وينهم بنات المسلمين؟ كده أسأل نفسك، وينهم؟ حيمين في الشوارع إلا من رحم الله، الخير فيه لكن الخير قليل. أنا بتكلم عن الغالبية ما عن كل الناس، بتكلم عن الأغلب للأسف الشديد. وينهم؟ مشيت في الشوارع عاريات، عاريات كاسيات. أمشي الجامعات، أمشي أقرب جامعة، خش أقرب جامعة والله لا ودك. أنت ما عارفين الحاصل اللي بيحصل من الفساد من أولادنا نحن ذاتنا وبناتنا نحن ذاتنا. فكيف ربنا يصلح الحال يا ناس؟ ربنا قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتى مسلمة من بني جلدتنا وتتكلم بألسنتنا، كلكم أو غالبكم شاهدتوها في الواتساب وفي غيره، صورت في حفلة عارية، قالت كيا في الشرطة، تاني بجاي قالت لا كيا في واحد من ناس الشرطة. هل هذا مبرر لها إنها تمشي عارية وتتصور في حفلة غنائية عارية وبعدها تقول لي العيش ما في والدقيق غلا والسكر ما عارف؟ يا ناس نحن السبب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة، يعني أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة تحصل لك في نفسك أو في بلدك عامة أو في بيتك خاصة، ربنا قال: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وينهم الشباب من الصلاة؟ جاء الجوامع الآن ما شاء الله يبنوها، ويجوا ناس برضو محسنين يبنوها، وجوامع مكيفة من أفخم الجوامع وميكروفونات ما شاء الله. وين الشباب اللي يصلوا؟ أغلب العمار، أغلب عمار المساجد
هم ناس كبار من 50 سنة و60 سنة و70 سنة ولفوق. البيوت دي ما فيها شباب أولاد، وين محلهم؟ وين مش وين برضو تقول لي الرغيف غلا؟ السبب نحن يا ناس ما تلف وتدور كثير، حتى الحاكم حتى الحكام عشان انت دائرهم يصلحوا في اي بلد من بلدان العالم عليك تصلح نفسك وبيتك ومرتك واولادك. الليله يوم العيد ده وكل جمعه بالعصر وكل يوم بل كل ساعه شوف القباب والاضيح امشي نساوين واقفات بالصف اطول من صف العيش بيسووا شنو دين؟ عنده عيش ابوك الشيخ الميت تحت ده بيوزع عيش من تحت التراب بيطلع عيش من تحت عنده طابونه؟ لا لا ديل مشوا عشان يشركوا بالله مشوا عشان بدل ما يدعو ويلجوا للحي الذي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت مشوا يدعو الميت ده المرض داير عرس تمشي للشيخ الميت والشيخ ميت عرس لك كيف؟ ولو حي ما بعرس لك ولو كان بينفع ما كان مات. يا ناس ربنا قال في القرآن آية واضحة جدا من أوضح آيات التوحيد والله إذ لو أملوها السودانيين والمسلمين كلهم وطبقوها أحوال في الدنيا أكل وشراب وغيره وعلاج وسكن وأحوال في الآخرة كل أحوالهم تصلح. آية واحدة إنه ما بينفع أو بيضر إلا الله حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال للرسول سيد البشر قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل للناس كلها ليوم القيامة إنك انت ذا يا رسول الله لنفسك ما بتملك لا نفع لا ضر. تاني يا شيخ طريقة يغشك يقول لك ده حجاب رزق وده حجاب بيمنعك من العقرب وحجاب بيمنعك من السلاح. الرسول ربنا قال له قل للناس أنا ما أملك لنفسي لا نفع لا ضر. تاني منو الصالح؟ منو تاني الصالح الزي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ وربنا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم الله قال ما يعلم الغيب يجي الليلة شيخ طريقة فكي مجرم قاعد ولا شوية نسوين في الحلة مولع لبا خورتيمان في الغرفة يقول لك أنا أعلم الغيب. ما بتعلم الغيب؟ الغيب لو كان أحد بيعلمه بعد الله عز وجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الليلة الرجال كتار ونسوان كتار يمشوا للفكي عشان يفتح لهم الكتاب رايق لك حيتزوج عليك بعد سنتين وانت حتجيك إغامة للسعودية بعد شهر ويومين وانت 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 هذا كفر بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تكهن أو تكهن له دي الكهانة ذاته الودع واللي بيفتحوا الكتاب والرمالة واللي بتقرأ في الفنجان وغيرهم ديل الكهان اسمهم في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلحوا ذا الله بيصلح لكم العيشة والعيش حقكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأذكر بسنة مهجورة في ختام الخطبة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل صلاة العيد شيئاً.
لا في الأضحى لا في الفطر، ولكن إذا رجع بيته صلى ركعتين. هذه سنة عزيزة ومهجورة عند أغلبنا، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منكم جميعا. ضحوا ضحاياكم وأهدوا منها، وأطعموا الفقراء والمساكين، ولا تنسوا حقوق الجيران والأرحام، ومن قبل ذلك حقوق الآباء والأمهات. وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.